أشاد مجلس الشورى خلال جلسته برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح بمضامين الخطاب الملكي السامي، والذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وخلال الجلسة وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن الميزانية العامة الذي يهدف إلى إدماج احتياجات المرأة البحرينية في الميزانية العامة للدولة، كما أخطر المجلس بمقترحات بقوانين عدة. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري. ارتأت اللجنة استرجاع التعديلات المرسوم قانون ودعوة المجلس الأعلى للبيئة، لأن كان له ملاحظات أخذت بعين الاعتبار، فلابد حتى من التخطيط العمراني من الأخذ بمرئيات المجلس الأعلى للبيئة، لأنه المعني الأول والأخير بالشروط الفنية وأدرب عمله في مسألة الممرات المائية في الأراضي المغمورة والممرات المائية على السواحل وفي الأراضي المغمورة وبين المدن والقرى، ومنها بعد المحميات الطبيعية، وكل هذه الأمور نوقشت واخذت بعين الاعتبار، فاسترجعت اللجنة المشروع بقانون وبحضور دعوة حضور المجلس الأعلى للبيئة إن شاء الله بتتوسع وبتضع حتى يظهر المشروع بقانون بصورة ترضي الجميع.